بسم الله. دي اول زياره ليا بعد يعني فتره بقالي كتير ما جيتش الشقه. طبعا في تغيرات كتيره جدا. الشقه الحمد لله كانت فين وبقت فين. السلام عليكم، عاملين ايه؟ بقالنا فوق الثلاث شهور في مصر، فوق الثلاث شهور وانا حولت حياتي كلها ما بين مصر وانجلترا. في الثلاث شهور او الاربع شهور اللي فاتوا دول انا يمكن جيت انجلترا مثلا ثلاث مرات بس. انا كنت في مصر الفترة الاخيرة لسببين. اول سبب هو ان انا كنت حابب جدا ان انا اعمل فيديوهات من مصر، وما زلت ان شاء الله باذن الله كل ما يبقى في فرصة هنزل مصر اعمل فيديوهات من مصر، لان انا شايف ان مصر فيها محتوى كتير جدا جدا جدا، وفيها اماكن محدش يعرف عنها اي حاجة، وفيها قصص، وفيها يعني مصر المحتوى فيها ما بينتهيش. والسبب التاني اللي كنت عشانه في مصر وده سبب الفيديو النهاردة هو ان انا كنت شغال على الشقة بتاعتي. اللي متابع من زمان هيبقى شايف الشقة دي قبل كده. انا اشتريت الشقة دي من حوالي 4 سنين، وزي ما اشتريتها زي ما هي دلوقتي. نظرا للظروف والجوابات ما كانش في مجال ان انا اعمل فيها اي حاجة خالص، زي ما انتم شايفين كده على المحاره. ولكن دلوقتي انا ان شاء الله قررت ان انا ابدا فيها شغل. احنا كده النهارده بنعمل اول مرحله في تظبيط الشقه، وهي مرحله التعديلات، ان احنا بنكسر الحيطان بقى اللي مش محتاجينها، وبنفتح الاوض والكلام ده كله، بحيث ان احنا نوصل في الاخر للشكل اللي احنا عايزينه. خليني بس قبل اي حاجة اوضح لكم حاجة مهمة جدا جدا. الشقة دي انا ما كانش ليا فيها اي تدخل. انا حرفيا وظيفتي كانت مكنة السحب، يعني الموضوع محتاج كذا ادفع كذا بس. الشقة دي كانت مسؤوليتها بتقع على 3 اشخاص. اول شخص وهو الديزاينر او الشخص اللي كان بيصمم الشقة دي وحاطط في مخيلته ازاي دي تتعمل هنا ودي تتعمل هنا والستايل ده اللي انا عايز اعمله في الفيوتشر ومش عارف ايه والكلام ده كله، هو مراتي. مراتي كان في مخيلتها الشقة من اول يعني تفصيلة كبيرة لحد اصغر تفصيلة، هي اللي كانت عايزة تطلع الشقة بالطريقة الفلانية. واحنا كرجالة طبعا يعني بنحب نريح دماغنا وما نعرضش، خصوصا ان انا شخصيا يعني بثق جدا في رأي مراتي في مجال الانتريور ديزاين. دي حاجة هي بتحبها من زمان وبتحب تعملها على طول. والشخصين التانيين اللي هم كانوا مهمين جدا هو الباشمهندس مصطفى وزوجته. باشمهندس مصطفى هو اللي مسؤول عن كل الحوارات اللي بتحصل في الشقة، هو اللي يعني مراقب كل حاجة ومظبط كل حاجة. هو شخص انا يعني وثقت فيه جدا 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 ان هو يمسك الشقة ويعمل فيها كل حاجة، يعني اي حاجة هو كان بيعملها انا كنت بوافق من غير ما اصلا ما بص عليها. وكان بياخد الافكار او الديزاينز من زوجتي، زوجتي بتتكلم مع زوجته بيتواصلوا مع بعض، وده كان يعني موضوع مريحني من الاول خالص، ان في فكرة اصلا ان انا يعني ما بتدخلش، هو اللي بينفذ وزوجته كانت بتتواصل مع زوجتي تاخد منها التصميمات، يتناقشوا مع بعض، توريها اوبشنز تانية مش عارف ايه الكلام ده كله. فكنت انا ككريم خارج الموضوع تماما، وده الصراحة كان موضوع مريحني جدا. النهاردة هنا انا وباشمهندس مصطفى في شقة تعبان، عشان يعني بنجيب اهم حاجة اللي هي الارضية بتاعتنا كلها هتبقى رخام. هنا كل حاجة على الطبيعة، يعني انت بتيجي تشوف الماتيريال قدامك خام لسه ما اتعملتش. تختار بقى الحاجه اللي انت عايز تعملها، عايز تقطعها، عايز تعملها بطريقه معينه، عايزها زي ما هي كده وتعمل فيها اي حاجه، فكله موجود. اخيرا الحمد لله لقينا الحاجه اللي احنا عايزينها، وهي القطعه دي من الرخام دي اللي هتبقى الارضيه بتاعت الشقه كلها. طبعا احنا عمالين نلف، روحنا كذا مكان عشان نلاقي الحاجه اللي احنا عايزينها بالظبط. فدي قطعه الرخام المفروض ان هي هتتقطع يعني مستطيلات صغيره كده عشان تبقى ارضيه البيت كله. بقالي شهر ما جتش الشقه، كنت مشغول طبعا، سافر في مصر وكنا بنصور فيديوهات في مصر وكده، وبعد كده سافرت انجلترا شويه ورجعت. ففي اختلاف جامد جدا 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 عن اخر مره جيت، يعني ما شاء الله في الشهر ده في حاجات كتير جدا حصلت. يعني طبعا اول حاجه لاحظتها واكتر حاجه طبعا فرقت في الشقه هي الارضيه. دلوقتي الارضيه الجرانيت اللي اتحط في الارض ده اختلف تماما، خلى الدنيا
الشقه بقى يعني بقى فيها روح، التغييرات اللي في الحمامات، السيراميك اللي تركب في الحمامات، فالحمد لله يعني اعتقد قربنا نخلص يعني، بقينا شايفين النهايه في مرحله كويسه. ان انا اخلص الشقه دي كانت يعني حمل على كتافي بقاله 4-5 سنين. اشتريت الشقه ويعني ما كنتش عارف اخلصها، وكان نفسي جدا اخلصها لان انا معايا شقه وكل مره بنزل مصر باجر او بقعد في مش عارف فين ومش عارف اقعد في شقتي، فكان دايما الموضوع ده بيضايقني. بعد 3 شهور من الدفع والعناء الصراحه يعني كان جه الوقت ان الواحد فعلا يشوف المنتج النهائي والشكل النهائي للشقه اللي كان الواحد بيحلم بيها ويحلم ان هو يقعد فيها. طيب دي اول زياره ليا بعد يعني فتره بقالي كتير ما جيتش الشقه. طبعا في تغيرات كتيره جدا، الشقه الحمد لله كانت فين وبقت فين، فخليني اخدكم مع باشمهندس مصطفى ناخد جوله كده نشوف فيها الدنيا عامله ايه. دي اول حاجه طبعا هنا اوضه النوم بتاعه الاولاد، دي اول اوضه. طبعا لو انتم فاكرين كانت على المحاره، حاجه على المحاره، وبعد كده دي الاوضه الثانيه، دي اوسع شويه، الشباك بتاعها هنا اوسع شويه، وبعد كده الحمام. الحمام هنا يعني عالم تاني يا جدعان، والله ما شاء الله الدنيا اختلفت تماما عن الاول. وهنا الناحيه دي كده في زي دولاب، ده تحت هنا المفروض ان هيبقى هنا الغساله، وفوق بقى هيبقى تخزين. ده كده حاجه كده استخدمنا فيها المساحه دي. والحوض طبعا هنا الحوض احنا عاملينه على خشبه. الناحيه دي بقى الصاله، في طبعا الدنيا هنا بقت حاجه تانية خالص ما شاء الله. ده المطبخ، مطبخ طبعا يتسم بالبساطه، ابيض مفيش اي حاجه يعني مفيش حوارات. الاجهزه برضو بيضه ما عدا البوتاجاز والحنفيه، والبوتاجاز هنا اللي هو الهوب ده اللي بيتحط على طول في الرخامه. احنا عاملين اللي برضو هنا حاطين مكان التلفزيون، ودي الاضاءه دي احنا برضو عاملينها هاند ميد معموله في الحسين. ونخش بقى على الباب ده، المفروض ان هو بيفصل ما بين الليفنج روم وغرفه النوم. دي غرفه النوم الاساسيه بالاضاءه دي، المفروض هنا هيبقى فيه دولاب. وده الحمام الرئيسي، هنا برضو المرايه، نفس المرايه اللي هناك نفس الستايل. وهنا في هيبقى فيه دولاب في الحيطه، والناحيه دي برضو نفس الشاور، في هنا برضو زي ارفف معموله جوه الحيطه بس. وفي حاجه بقى مهمه ان البيبان كلها معموله بالستايل ده، تحس ان هي جايه بالخشب زي ما هو. ايه اهم حاجات اتعملت في الشقه، او ايه الحاجات المختلفه اللي احنا عملناها؟ هو الموضوع مش جديد، بس هو الستايل اللي مش زي الثقافه عندنا. الثقافه بره عندكم غير هنا خالص. الموضوع ان الارضيه كلها حاجه واحده، بيز واحد، مفيش اختلاف ما بين حمام واوضه وريسبشن، مفيش كورنيش. ستايل الشقه او الديزاين اللي احنا عايزين نعمله هو شغل بسيط، مفيش كورنيش، مفيش حرفيش، كل الحاجات اللي هي معروفه دي احنا ما بنعملهاش. الموضوع ده كان جديد على الصناعيه يعني ما كانوش متقبلين كده في الاول، بس الحمد لله طبعا الموضوع طلع زي ما انت شايف كده. موضوع الابواب ودهان الابواب واختيار الخشب ده كان اهم حاجه في الشقه عندنا. الخشب موسكي عادي خالص، والماتيريال متاحه، بس موضوع الدهان خد مننا وقت، خد مننا صنع، خد مننا ستايل معين ان هو يطلع نفس موضوع الانتيك والصور اللي كانت بتتبعت والحاجات اللي احنا كنا عايزينها. الحمد لله كده بما ان الشقه يعتبر يعني نقدر نقول 60-70% خلصت، الواحد يقدر ان شاء الله مستقبلا ان هو اي وقت ينزل في مصر يبدا ان هو يخلص حاجات بسيطه، يجيب شويه عفش ونبدا ان شاء الله باذن الله نبقى نقعد فيها اي وقت ننزل في مصر. ودي حاجه يعني شالت من على كتافي حاجات كتير قوي.
وطبعا شكر خاص يعني جدا 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 للبشمهندس مصطفى على شغله في الشقة، ويعني ده اعتبره اعلان غير مدفوع الاجر. الراجل ده محترم جدا، وشركته هي شركة صغيرة عبارة عن فاميلي بيزنس، بس ما شاء الله يعني كلهم ناس محترمين جدا. انصحكم بيهم جدا لو حد عايز يشطب اي حاجة، سواء انت مغترب عايش بره وعايز تشطب شقتك، او انت في مصر وتشطب اليومين دول. هسيب لكم رقمه في الديسكريبشن تقدروا تتواصلوا معاه. وكده فيديوهات مصر تعتبر كلها خلصت، ونبدأ بقى ان شاء الله تصوير فيديوهات من انجلترا. الدنيا يعتبر يعني قافلة الفترة دي، بس ان شاء الله نحاول نعمل فيديوهات من هنا، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. باشمهندس مصطفى، اي حد يجي لك من طرفي بعد اذنك زبطه، قول له بس احنا من طرف كريم، وهو يديكوا تخفيض حلو ان شاء الله. سلام، مع السلامة. سلام.